بس خليني اخد نقطة مهمة قوي، ودي نقطة يعني فعلا يعني الناس محتاجة تسمعها، الا وهو الحوار الوطني. انا بشوف ان انا مقر لجنة الشباب في الحوار الوطني، رحنا زرنا 108 جامعة حكومية واهلية وخاصة ومعاهد فنية ومعاهد تكنولوجية، عشان اخد كلمة مهمة جدا من حضرتك وضحتيها وسيادتك بس ده ليه وضحتها. علاقة بالشباب؟ طبعا ده ازاي؟ اساس الشباب. احنا الدولة لما جت قالت أنا عايزة أسمع غير البرلمانيين وغير التنفيذيين، خلقوا حاجة جديدة اسمها الحوار الوطني. صحيح. الهدف من الحوار الوطني اللي تم تأسيس 19 لجنة بتناقش كل القضايا اللي بتهم كل مواطن مصري، منها لجنة الشباب. فلما جت لجنة الشباب قالت إحنا هنناقش مواضيعنا، كنا لازم نفتح المواضيع اللي فعلا لما الشباب تسمعها تقول لك بس أنا محتاج أسمع ومحتاج أقول توصيات عشان تتنفذ على أرض الواقع. منها على سبيل المثال مشكلة البطالة اللي موجودة في مصر، وأيضا المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال. وريادة الأعمال صحيح. لما دي جزئية الدولة مهمة جدا. تسمع بشبابها في مختلف الجامعات، الشباب اللي قاعد على القهاوي، أنتوا محتاجين إيه من الدولة عشان خاطر تطبقوا على أرض الواقع؟ كل حد أهم حاجة عنده، وكمان أهله في البيت، أنا هشتغل بعد ما أتخرج فين؟ ده سؤال مهم جدا. طيب لا، وسؤال يعني بيتكرر. احنا موسمي، احنا دلوقتي بنقدم بقى رغبات ثانويه عامه وداخلين في تحديد مستقبل، فده طبعًا السؤال المهم، هو طبعًا انا لما اتخرج هشتغل ايه؟ طبعا عايز اقول لحضرتك كنز الافكار اللي طلع وتحت مسمى قابل للتنفيذ ده مهم جدا. على سبيل المثال كانت الشباب بتقول لنا يعني انتوا لو مش هتقدروا توظفونا في القطاع الخاص، طب الدوله دايما بتنادي بفكره المشروعات الصغيره والشركات الناشئه. طيب جبنا الشباب اللي ساب البلد وراح فتح شركاته في احدى الدول العربيه، وسالناهم ايه المميزات اللي حضراتكم بتاخدوها من الدوله دي عشان مصر تديكم من نفس المميزات. وهل اتطبقت؟ عايز اقول لحضرتك من اكتر الحاجات اللي قالوها لنا، احنا عندنا قانون عظيم لدعم المشروعات الصغيره وللشركات الناشئه، الا وهو قانون 152 لسنه 2020. السؤال هنا هل القانون دوت بيتطبق ولا لا؟ في جزء السؤال صغير منه بيتطبق. دورنا كبرلمانيين ودور الحوار الوطني مع السلطة التنفيذية إن هو يفعل هذا الأمر، ده لازم يتفعل ويتفعل صحيح على المستوى القريب جدا عشان خاطر الشباب تحس. لا ده بيوفر لك إيه القانون يا سيدي؟ عايز أقول لحضرتك الحوافز الضريبية اللي متواجدة في القانون مهمة جدا، وتناقشنا فيها مع برنامج الحكومة في برنامج الحكومة، إن أنا بشوف لما تم اختيارنا المجموعة تناقش برنامج الحكومة خلال الشهر اللي فات، عايز أقول لحضرتك كنا مركزين جدا إن كل كلمة اتقالت في الحوار الوطني مكتوبة في البرنامج الحكومي ولا لا. حضراتكم كسادة تنفيذيين سمعتوا الحوار الوطني، كتبتوا ورا الحوار الوطني غير اللي هم كتبوا. احنا عندنا السيد المستشار المحترم محمود بي فوزي، هو حاليا السيد وزير الشؤون النيابية والقانونية وايضا التواصل السياسي، كان في الوقت ده هو بيرأس الأمانة الفنية للحوار الوطني. كانت مهمة السيد المستشار محمود فوزي ان هو ياخد التوصيات دي يوصلها جوه في الحكومة. الميزة دلوقتي اللي هو بقى موجود جوه في الحكومة، صحيح هيبتدي هو بنفسه غير يفعل البرلمانيين يفعلها.